برد الخريف وشمس الخريف يرتفع فيه الزكام لإصابة بالبرد، ألم الرأس، وخز بالجلد، رعشة، ارتفاع الحرارة، حساسية الأنف. لهذا كنصحوا بلا تتعرض لشمس الخريف. وألا تخرجوا لشمس الخريف أو في شمس الخريف، وكذلك رطوبة الخريف وبرد الخريف، وكذلك لبرد الليل في فصل الخريف. لا تنزع ثيابك إذا عدت للمنزل في فصل الخريف، لا تترك النوافذ مفتوحة، يعني النوافذ تكون مغلقة، لا تفتح نافذة السيارة في فصل الخريف حتى إن كانت مسرعة، احذروا تشغيل المكيف في السيارة. أنصحكم في فصل الخريف أو الناس الذين يتعرضون لأمراض فصل الخريف أن يتناولوا حساء الفول والحمص، كذلك أوراق البصل واللفت بجميع أنواعه، والجزر والسكوم والقرنبيط والخبيزة والحميضة والحريقة، وكذلك أوراق اللفت جيدة جدا في فصل الخريف لأمراض فصل الخريف. كذلك أكل الخضر طازجة خاصة اللفت كما قلت، وكذلك جميع الخضر الطازجة وتغسل جيدا مع قطرة جافيل، بالإضافة إلى الفواكه الجافة مثل الجوز واللوز خاصة. هنا غادي نعطي واحد المحلول طبيعي للكحة، الكحبة أو وصفة للبرد سواء في فصل الخريف أو في فصل الشتاء، وهو عبارة عن سيرو. تدق الثوم رأس كبير ويوضع في كأس كبير من زيت الزيتون، يترك لمدة 6 ساعات، ثم نصفيه على ثوب ويوضع في قارورة على شكل سيرو للكحة، وتأخذ ملعقة كبيرة كل يوم. بالنسبة للناس اللي عندهم الأنف كيسيل سواء في فصل الخريف أو في فصل الشتاء، فتأخذ حب الرشاد زائد الحليب، أو تأخذ شيبة زائد الحليب، طبيعة الحال ساخن، فهذا جيد بالنسبة للناس اللي يعانوا من حد أو اللي يعانوا من الأنف كيسيل. بالنسبة لحب الرشاد، فحب الرشاد هو يسخن الجسم، وكذلك الفلفل الحار الأخضر والأحمر، الكركم كذلك هو جيد، الفلفل الأسود والفلفل الأبيض، القرنفل، السمن الحار، الزبيب. هذا بالنسبة للفواكه الجافة جيدة جدا في حالة الإصابة بالبرد. الفواكه الجافة من بينها الزبيب، تين، تمر، الذرة أو الذرة، الحلبة، حبوب الكتان، والحبة السوداء كذلك. هناك وصفة أخرى كذلك بالنسبة لأمراض فصل الخريف وفصل الشتاء أو أمراض البرد، هناك شوربة الثوم أو شوربة بالثوم. شوربة بالثوم نضيف عليها زيت الزيتون والزعتر مع الخضر، فهذه شوربة جد رائعة جدا بالنسبة لأمراض البرد والخريف. وهذه المعلومات اللي كنت قاسمها معكم فهي معلومات من بعد واحد البحث اللي هو معمق في الأمراض ديال البرد وكذلك أمراض ديال الخريف.
كذلك هناك عشبة الصنوبر، عشبة الصنوبر، فالمغلى ديالها يشرب المغلى ديال عشبة الصنوبر، هو جيد جدا. كذلك الزعفران، مغلى الزعفران، ولكن ما كننصحوش به أصحاب ارتفاع الضغط. كذلك الزعتر مع شاي أخضر، مع حليب، مع أكل الزنجبيل والخدنجال وشراب القرفة. بالنسبة للخلط ما بين الزنجبيل والخدنجال، فيمكنك دير خليط بيناتهم ما بين الزنجبيل والخدنجال. وبالنسبة لشراب القرفة فهي ممنوعة لأصحاب القصور الكلوي. هناك عشبة أخرى جيدة لأمراض البرد وأمراض التي نشاهدها أو نتعرض لها في فصل الخريف وفي فصل الشتاء، عشبة قعقلة أو ما يسمى باللغة العربية حب الهيل. تشرب 3 إلى 4 حبات على شكل شاي. كذلك هناك وصفة جيدة اللي يمكننا ناخذها كغداء، اللي هي ثوم يخلل مع الحامض، اللي كنقولوا ليها بالدارجة المغربية المصير، ثومة مخللة مع الحامض، فهي جيدة جدا. كذلك هناك شوربة جيدة، شوربة الخضر اللي فيها أو بحال اللي تنقول الحريرة الحمراء اللي تنقولها نحن المغاربة، ويكون فيها ثوم وتكون فيها الكرفس. كاين هناك أيضا واحد العصير اللي هو قوي جدا، اللي هو عصير السفرجل، يكون طازج. كذلك البطاطا الحلوة فهي غنية بالبروبيوتيك أو البكتيريا النافعة. كذلك البطاطا القصبية والقرعة الحمراء، البامبكين، البصل أو البصلة، التمر كيف ذكرنا سابقا، خاصة أن التمور كتجنى في فصل الخريف، وبالتالي ملي كتاخدها في فصل الخريف في الفصل ديالها فكتكون قوية على البدن. كذلك الرمان، وأخيرا النبق، النبق أو ما يسمى بالدارجة المغربية أو باللغة العربية أو بالأمازيغية أزقر، اللي الأوراق ديالو معروفة بالسدر، أوراق السدر. فالنبق كذلك هي من الأعشاب المغذية أو الفواكه المغذية الجيدة لأمراض الخريف وكذلك أمراض البرد. إذا كانت هذه خلاصة مجموعة من الأغذية اللي هي جيدة أو الوصفات اللي هي جيدة جدا لأمراض اللي ذكرناها. فهذه الخلاصة فهي مجموعة من البحوث اللي قمت بها، أعطيتك خلاصة على واحد المجهود كبير باش أنني نعطي هاد أو نحتفظ على هاد المعلومات في القناة ديالي، وكذلك نبارطاجيها مع الإخوة المتابعين. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. نتمنى الشفاء لجميع مرضى المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.